Oh là là, regarde les défauts. Faut mettre la terre pour me remplacer. Attends, attends, je vais faire. Regarde les défauts. Voilà, l'eau est le plastique, ou dans le tissu, et ben il est le plastique, qu'on dit le rhum a de tissu là-dedans. Et voilà, après, il y a le mixo, il y a le mixo. Un médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé. Ce n'est pas toujours facile. Sur le verre. J'en prends en ce moment. De toute façon... Voilà que c'est finito si tu veux. Voilà, le salon, il est là. حيدنا كاع البلاستيك اللي كان ملوي فيه البونجات ركبنا لهم التيسي ديالهم اللي كيكون من تحت قبل ما نديرو التيسي الفينال فوالا دابا كنتسنى غير الطلام تيجيوني حيت خيطو في المغرب كنتسنى ما يجيوني من المغرب كنت شريتهم شحال هادي من كازا قلت لكم هذا الصالون حكايته حكايه هذا الصالون كومونديته في المغرب ما كومونديتش كاع هاد الزواقه انا اللي كتشوفوا معايا كنت اختاريت واحد الزواقه اخرى في المغرب غزاله ولكن اختاريت هذا الماغون حيت انا كيعجبني الخشب ماغون قديم كيعجبني هكا دونك من نهار اللي بدا كورونا جيت حالي وكومونديته شي سيمانه قبل كورونا صافي ملي بدات كورونا هذه واحد العامين حبس كلشي ما بقاش كيخدموا في المغرب ناني صافي ما بقاش كاع الراجل كيجاوبني واخا عطيتو لافونس حيت كان غيدير لي الصالون كان غيدير لي لا تيت دو لي كان غيدير لي كلشي صافي هو ما بقاش كاع كيجاوب هذا كتعرفوا في المغرب ما كيخدموش ما والو صافي مش قد دبر راسو مشى بالفلوس مشى بكلشي المهم خليف على الله جيت لهنايا صافي بدلت مشيت لبلجيكا ما فهمي قالوا لي ماما واختي يلاه نمشيو نصايبو هنا في بلجيكا مشينا بدينا في بلجيكا صايبت الخشب والبونج خدموه ليا في طريان وجابوه ها نتوما فوالا نقول لكم هاد الحكايه دازت عليها عامين عامين نهار اللي بدات كورونا نهار اللي طلعت ان سمان انا افون كورونا كانت باقي يلاه كنسمعوا عليها انا طلعت ان سمان فحالي صافي شدوا الحدود الحمد لله كنت ديجا درت لي كوموند وداكشي صافي النجار بدا كيخدم في الاول في التالي حبس مابقاش كيخدم كنعيط له ما كيجاوبش صافي كنصيفط له لا فامي ما كيجاوبش هذا النجار في الرباط كنصيفط له لا فامي ما كيجاوبش صافي والو خدم الطبلة خلى الخدم هذا ما فهمتش كيشي كيخدم وشي ما كيخدمش المهم تفل عليا الله يهنيه بالفلوس وداكشي المهم جيت هنايا قالوا لي مع عائلتي يلاه نمشيو نصايبو بلجيكا مشينا نصايب لهم في بلجيكا ملي سالت من بعد كورونا مشينا لبلجيكا صايبتهم حيت هنايا عندنا في بلجيكا باغ كونطخ ما كتختاريش انت الزواقه اللي بغيتي كتختاري الزواقه اللي بغيتي مي ما تقولي لهمش انا بغيت هكا وبغيت هكا وبغيت هكا فهمتي حيت هما كيخدموا بالكرو ماشي بحال حنا عندنا النجار كيخدموا لك في زعما المغرب في النجار كيخدموا لك على حسب ذوقك وعلى حسب اللي بغيتي هنا كيخدموا كلشي بالكرو تقولي لهم لا كولور والزواقه اللي كتايكزيس لا كولور الا كانت عندهم سايكزيس كيديروها لك حيت ما يمكنلهمش يجيبوا لك لي كولور اللي بغيتي انت والطابله اللي بغيتي انت هما كيختاروا لك انت شنو باغي فهمتي دونك كانوا غير في هذا الشيء بحال دابا انا ما كنتش باغا هذا كون يكون عريض قالوا لي لا هكا كيتجا فهمتوا انا بغيتو غير رقيق هي على قد هكا الزواقه مهم حتى هكا سي با مال بغيت هاد الزواقه خديتها خفيفه ما بغيتش شي حاجه طرو بلينغ بلينغ انتما كتشوفوا زواقه مغربيه خفيفه
بون جات هما شريتهم عنده كلشي جابهم لي عطيتو لا كوموند قلت له فوقاش يوجدوا قالوا لي من هنا من اموا من هنا اموا جابهم لي حتى للدار اموا ما جاتش عيب شوف الخدمه ما الفرق ما بين المغرب وهنايا هنايا عطيتو 2 ما وجدهم ليش هنايا اموا وجد لي كلشي فوالا وانا كنت ديجا شريت مني كنت هبط باش نفصل نصايب الصالون مشيت ديجا شريت طلامط من كازا شريتو من كازا حيت كتعرفوا كاين بزاف كاين بزاف طلامط في كازا ماشي بحال في الرباط وداكشي المهم مشيت شريتهم في كازا بقاو في الدار عندي حيت انا سحبني معايا بدات كورونا وداكشي ما كنتش في خبري ما كناش زعما عوالين ابخي مشات بنت خالتي جابتهم من الدار مشات خيطاتهم عندها في مكناس الريدوات شريتهم عند بن شريف كتعرفوا كلكم بن شريف مهم خيطاتهم حتى هي عندها دابا كنتسناهم يجيو تخيط كلشي بالمخيط وداكشي وكنتسناهم يجيو من المغرب لهنا باش ان شاء الله نلمطهم بحق الفرماجات خيطتهم هنايا حيت كتعرفوا الفرماجه خاص تيشي تخيط عليها دونك انا الفرماجات عند هذا اللي صايب الصالون ديت له الفرماجات هما يخيطهم عليهم صيفطات الثمن ديال التيشي وانا ديتو خيطت عليه الطابله هي عندي هنايا انا ديالها وصافيها هي حنا واجدين ان شاء الله غيوجدوا صافي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيعقم لي هذا التمر